السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا وصلنا لهاي الواجهة، وكثير من عندكم ممكن يوصل لهاي الواجهة لانه احنا في البداية شرحناها، لكن ما شرحنا كيف انه احنا نختار تقسيم الهارد. لما ضغطنا على الانستاليشن ديستنيشن لاحظنا انه هو مختار الهارد، لكن عملناه اوتوماتيكلي. احنا ممكن نختار انت تعمل بارتيشن. طبعا التنصيب حيكون قسمين، القسم الاول حنشرح كيف نوصل احنا نقسم الهارد، القسم الثاني عفوا القسم الثاني حنشرح كيف ننصبها اذا كان عندنا ويندوز ايضا منصب، يعني الى جانب الويندوز، لكن هذا حيكون في درس اخر. احنا هنا بدنا نتعلم شنو هي التقسيمات اللي تكون في اللينكس وبالاخص في دورا. نضغط على الـ I will configure partitions، نقول done، حيحولني إلى هاي النافذة. طبعا في هذه النافذة مجموعة أشياء. أول شيء راح تشوفه اللي هو LVM BTRFS، وعندك الـ Standard، وعندك الـ LVM Thin Provisioning. دول اثنين تقريبا نفس الشيء، لكن هذا بشكل أخف. إذا فهمت الـ LVM حتفهم هذا شنو. طبعا أريدك تعرف عن Linux Partitional، كل أنظمة Linux System تحتاج على الأقل 3 Partitions، اللي هما البوت، يستخدم للبوت مثل ما احنا اخذنا فكرة عنها، وتحتوي على ملفات البوت. عندنا السواب. السواب الفكرة من عنده، يعني فلنفرض لو جينا اختارينا Standard Partition وجينا قلنا زائد، نلاحظ انه عندنا البوت، او عفوا لو نجي نسويها Automatically، لما قلنا له اوتوماتيكلي نلاحظ انه الهوم، انشا الهوم، البوت، الروت، السواب، صح؟ اذا شنو هذا كل واحد من هذولا؟ طبعا بالبداية احنا قلنا انه يحتاج للبوت حتى يحمل بها الملفات، ونلاحظ اعطاه سايز 500 ميجا بايت، وايضا يحتاج للسواب، اعطاه 2 جيجا. طبعا السواب فائدته انه يساعد الفيرتشوال ميموري كارد، يعني الرام مالتك، راح يساعد الرام مالتك ينضاف له 2.75 جيجا للرام الفعلي اللي عندك. طبعا هذا في حالة اذا الرام مالتك دي يشتغل overloaded، اي بمعنى محمل بالكامل. في هذه الحالة اللينكس راح يستعين بالسواب في تشغيل بقية التطبيقات، في حالة اذا كان الرام عندك فول. عندنا شيء اخر اللي هو الروت، اللي هو على شكل سلاش. الروت اللي هو موجود بها كل الملفات اللي موجودة في السيستم، تختلف عن البوت. البوت بها ملفات اللي تحتاج فيها تعمل بوت، هذا الشيء احنا شرحناه في الدرس السابق لما شرحنا حالة اللوجن. هنا عندنا الروت، لا، الأشياء اللي شرحنا بها قبلها بدروس سابقة، شرحنا انه الروت يحتوي على مجموعة ملفات ومجموعة مجلدات خاصة بالسيستم. إذا الأشياء اللي تحتاجها أنت تحتاج السواب، روت، بوت، حتى الهوم ما تحتاجه لأن أنت تعرف الهوم هو موجود في أرض سلاش، هذا الدرس إحنا شرحناها. البوت دائما يكون بالخمسمية، قريب الخمسمية يكون كافي جدا إله. عندك السواب إحنا قلنا عليها، هو مساعد للرام الحقيقي اللي عندك. طبعا ما أنصحك إنه بتزيد حجم الرام بكثير، يعني انه بالسواب ما انصحك تزيد حجم الرام كثير. يعني انت لو عندك مثلا، انا اعطيت 2 جيجا، اوكي 2 جيجا، 4 جيجا خليها 4 جيجا، لكن عندك مثلا 6 جيجا او 10 جيجا ما معقوله تنطي له 10 جيجا. لا تنسى هذا الرام السواب ده ياخذ من الهارد، الهارد مو مثل الرام، الرام اسرع، الهارد ابطا. فانت مو معناته انه نعم تزيد الحجم السواب معناته انه حاستك حتكون اسرع، فلازم يكون عندك شنو، لازم يكون عندك optimization أو planning، تخطيط في اختيار السواب، وهذا الشيء راح نشرحه. أضف إلى ذلك الروت. الروت مهم جدا لأنه يحتوي على كل الملفات اللي أنت تحتاجها والفولدرات اللي تحتاجها في بعد تشغيلك للنظام. طبعا أنت تستطيع أنه تفصل الهوم عن الروت. الروت في داخله أيضا موجود هوم، صح؟ هو نفسه هذا الهوم، لكن هذا منفصل، ما أخذ له حجم خاص به. ايضا ممكن تفصل من داخل الروت، عندك الفار مثلا ممكن تفصله في حالة مثلا اذا عندك اباتشي سيرفر، وهذا احنا ما داخلينه لانه هذا في فيدورا سيرفر. ممكن تفصل الفار،
بيكون فيها الملفات من الداونلود والابلود، الاشياء اللي تتعلق بالاباتشي سيرفر. فهاي الاشياء الاساسيه اللي هي يحتاجها اللينكس بالاخص فيدورا في تشغيل نظامه، هوم منفصل، بوت منفصل، الروت ايضا منفصل، السواب. انت اخذت هسه فكره كامله عن هاي الاشياء. الهوم انت مفروض تعرفه، اللي هو الهوم دايركتوري اللي تحتوي بها ملفاتك انت كيوزر مستخدم، ايضا ممكن يكون غيرك يوزر مستخدم. خلينا نشوف الوقت، لهنا احنا نوقف الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.